احنا ضايف على ثوره تي في. بدنا نحكي عن البرودكت وهذا كله ميد ان لبنان مش هيك؟ كله ميد ان لبنان، كله ميد هون بحومي. بحومي. فيك تخبرنا شوي عنهم قبل ما يبلش؟ ايه هودي اول برودكتس بلشنا فيهم من 10 سنين وبلشنا اول شيء ب 1020. هلا صار عندنا فوق 1000 برودكت، 1000 اس كي يوز، وهودي بنبيعهم جلوبالي لكل الكومبانيز، كل الشرك بالعالم يلي بيعملوا داتا سنتر وانتر كونكت وسمي كونكترز. وصلنا هلا لمرحله عم نبيع بحدود ال 30,000 قطعه بالشهر بنشحنها من حمى، كله ميد ان لبنان، وهودي سمول سامبل كله هون وكله لوكال كونتنت، كله لوكال كونتنت مصمم بلبنان، مخترع من معمولين بلبنان من الالف للي والبراند هي مالتي لين، وكل الشرك بالعالم بيعرفوا المالتي لين براند از ذا براند فور اور ذا برودكت، بيعملوا كواليفيكيشن للداتا سنترز. جريت. وهون عندك بيو بيلدينج كامبس كمان، عندنا كامبس، عندنا كامبس بيساع فوق 1000 شخص، وعندنا اكاديمي، وعندنا لابس ومانيفاكتشرنج فاسيلتي وكلين رومز كوميونيتي سنتر. هلا حنشوف برزنتيشن عن هذا الشيء، حنشوف ان شاء الله برزنتيشن عن هذا الشيء عن الكامبس، عن الكامبس. هلا مش كامله بس انه اناف تنبلش. طيب جريت، يعني احنا وير فيري براود اوف ذيس ستوري ميد ان لبنان، وبقضى عليه البلان، اكيد بقضى عليه والبلان انه هلا نكبر لكل لبنان، لازم نكبر لكل لبنان، وكمان نجيب شرك غير شرك اجنبيه يجوا يبنوا يفتحوا بلبنان ويوصفوا ويخلقوا فرص عمل. قد ايه الارتفيشال انتليجنس بيلعب دور بهذا الشيء؟ البرودكت سعودي اساس للارتفيشال انتليجنس، لان الارتفيشال انتليجنس بده الاكويبمنت مثل هي التيمشوه، يعني البروجرامز بده البروجرامز الارتفيشال انتليجنس بده كمبيوترز كثير كثير قويه وسريعه، ونحن البرودكت نفحص سو الاكويبمنت تبعنا الارتفيشال انتليجنس رح يزيد المطلوب على البرودكت اللي احنا عملناه باي 10x. Forward. Thank you very much. Pleasure. هيدا مثل على ميد ان لبنان، سوق برا، تفرجيهم شوي على الـ على الـ على البرودكتس معمولين. لما يكتمل العدد رجع نطلع لايف نفرجيكم البرزنتيشن عن مالتي لين بهومين قضاء علي. بلش يكتمل شوي وتشوف برا في رجال سياسي في ماركة وكمان الناس بدها عم توصل، بحب تفرجي لبرا.